افتتح التحالف الوطني العام الأهلي التنموية ومؤسسة صناع الخير غرف علاج جديدة ضمن مبادرة قدم صحيح للقدم السكري في مستشفى الحسين الجامعي. يأتي ذلك ضمن جهود تحقيق أهداف التحالف الوطني في تقديم خدمة طبية ذات جودة للشرائح غير القادرة من المواطنين. مع افتتاح العيادة الخامسة لمبادرة قدم صحيح في مستشفيات جامعة الأزهر، ابتدينا بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وثم كانت مبادرة قدم صحيح في مستشفى الأزهر بدمياط، ثم مستشفى الزهراء الجامعي، ثم مستشفى سيد جلال الجامعي، ثم انتهاء بمستشفى الحسين بعد تطوير عياداتها. والمبادرة ليس فقط بتقدم الدعم علاجيا، ولكن تقدم الدعم نفسيا أرضا لمرضى، لجزء كبير من المرضى اللي هم بيترددوا على مستشفى الحسين. بقدم لحضراتكم صورة من صورة التعاون ما بين المجتمع المدني ومستشفيات جامعة الأزهر لتقديم خدمة طبية راقية لمرضى القدم السكري. احنا طبعا عارفين ان مرضى القدم السكري مريض يحتاج كل الرعاية، والرعاية دي بتشمل الرعاية الطبية والرعاية المالية والمادية. فبالتالي لما نقدم للمريض ده غياراته واستقباله وكشف عليه حتى الشفاء، فطبعا دي اعتقد انها خدمة طبية متميزة بنشكر عليها المجتمع المدني المتمثل في صناع الخير. النهارده احنا بنفتتح الغرفه رقم 19 على مستوى الجامعات المصريه، ويعني لدينا شعور بالفخر شديد للتعاون مع جامعات الازهر ومستشفياتها. احنا خامس مستشفى جامعي تبع مستشفيات جامعه الازهر بنفتتح فيه حسين الجامعي النهارده، ابتدينا بسيد جلال ثم الزهراء الجامعي ثم مستشفى اسيوط الجامعي تبع جامعه الازهر ثم مستشفى دمياط تبع جامعه الازهر. فدي خامس غرفه داخل مستشفى جامعه الازهر بنقدم لالاف المرضى الكشف والتوعيه والحد من انتشار مرضى او الفكره اللي يمكن بتؤرق المصريين مرض القدم السكري. الحمد لله احنا دلوقتي بنتكلم في اكثر من 25,000 مريض على مستوى 19 مستشفى جامعي بيتم خدمتهم وتقديم لهم الادويه بالمجان. تكلفه المبادره يمكن في العامين دول كانوا ما يقرب من 15 مليون جنيه من مقدمه من مؤسسه صناع الخير والشركاء من خلال القطاع المسؤول المجتمعيه لدى البنوك والشركات الداعمه. ان شاء الله بنامل ان احنا هنضاعف الميزانيه هذا العام المالي الجديد 24-25 الى 30 مليون جنيه لخدمه المرضى وتقديم شنط الادويه بالمستلزمات والغيارات بشكل شهري لحين الاتمام الشفاء. مجلس الإدارة حاب يشارك في هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير. المبادرة ليها أهداف كبيرة جدا، من ضمنها أن هي التوعية الكاملة لمرضى القدم السكري، أن هي بتقيه وبتحميه من تطور حالته أن هو ممكن يصل إلى حالة البتر. فالحمد لله يعني احنا النهارده شفنا صرح كبير جدا موجود، شفنا تجهيز غرفه على اعلى مستوى، وبنامل ان شاء الله استكمال هذه المشاركات مع العديد من المبادرات كصناع الخير والعديد من المستشفيات الجامعيه والمستشفيات الحكوميه.